اليوم منذ قليل تقريبا ساعة ولا ساعة ونص الجامعة التونسية لكرة القدم هبطت بيان أكدت فيه إنه فوز البنزرتي باش يعلن على قائمة المنتخب الجديد نهار الجمعة. فقط حبيت ناخد تعليق من الأولاد لهنا في البلاتو، كمال بن خليل، سالم الزيدي، مختار دبوس، مروان تاج على القائمة متاع المنتخب. سؤال ليك مروان، هل تتوقع تغييرات مفاجآت في القائمة متاع المنتخب الجديدة؟ والله يا اسلام، ماذا بينا نحن كجمهور رياضي الحقيقه على حسب كيما نقولوا القائمه اللي فاتت. انا الحقيقه ما عجبتنيش برشا، كي نشوف اسماء معناتها، وانا تعرفني اليوم من اليوم ديما نخمموا في الجيل الجاي في المستقبل. كي نسمع المجبري ماهوش موجود، اللي سعد اللي كان معناتها هداف في فريقه ضد هذا تحكي على الستاج اللي فات، لا نحكي لك هما ما حبوش يجيو. لا لا نحكي لك، نحكي نسمع اسامي هكا، ماذا بنحكي على الشارع الرياضي اليوم يحب ماذا بيه يشوف جينيراسيون جديده، وجوه جديده. شوف اسلام، راهو ما فيها حتى مشكل اليوم كي باش نضحيو كوب دافريك ما نمشيولهاش. خاطر اليوم كي نسمع تقول لي فرجاني ساسي سجل لك هدف وعوده الفرجاني ساسي، اليوم راهو ماهوش باش يفيد المنتخب. نقولها بصراحه، حتى كي في رايك انت، حتى كي تجيب لي في تقييمك انت، حتى فرجاني ساسي ماركي لي 5 بونتو. انا عندي، انا اليوم نبنيو على المستقبل، نجيبوا واحد مستقبل ما يماركيش خير. لا 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 ما يصيرش ما يماركيش وباش نبني عليه 5 سنين. ما عندك انت، ما تقصش عليا سلام، خاطر كي نجيب نتفاعل معاك، ما تقول كلام مش منطقي، نحب نتفاعل معاك. كي نجيب انا كيما نقولوا طفل صغير ونعرفه باش ينفعني 3 4 سنين قدام، انا مع الفكره هذايا. سامحوني اليوم كي تجي تشوف، راهو كيما قلت لك راهي ما فيها باس في المجموعه هذيا، كي ماذا بيا ما ترشحش. يعطيني نحكي لك علاش ماذا بيا ما ترشحوش، مادي ما ترشحش نضحي، ما ترشحوش هكا لا لا ما ترشحوش كوب دافريك. عارفش نقول لك علاش، انت باش تمشي كوب دافريك باش تهز اخويا الغالي، احنا من 2004 لتو نازلين. هذا كلام معناه، اي معناه ما نقدرش نزوم ما نمشيوش. معناه شنو معناه؟ احنا ما نمشيش لمصلحه المنتخب، ما نمشيش. سامحني ما نمشيش، سامحني منتخب برك وباش يهز كوب دافريك في الكوب دافريك في الاخر، شازها في المنتخب فقط، مع الاخرين كل معناها مش لازم يمشي. وانت كي باش تمشي تشارك اليوم في الكوب دافريك، نعطيها لك توا احنا بتبعتنا ما عندناش ملعب بي، شنو باش تعمل بيه كوب دافريك هذا؟ باش تمشي تهزها؟ فما ماتشوات وفما تسويقي للملاعبية. يا ودي اسمعني اسمعني، باش تمشي بتعطي شونس نتاعك. ما نعاود نعطيك حاجة، كان نوصلوا لانكار دو فينال تسمى سلكناه، ما نبداوش نكذبوا على العباد، نحكي على جيل نبنيوه. ما فيها حتى بيس، ريتني انا كي مش نعرف روحي باش نوصل لانكار دو فينال، خاطر باش نهزوها ما نهزوهاش، احنا ما هزيناش من 2004 باش نهزوها توا. هذوما نحكيو على ملعبيه فوق 30 سنه، فوق 6 7 جوارات. راه شنو المنتخبات؟ اعطيني تو منتخب فوق 30 سنه. شوف المغرب بالجزائر باللي تحب انت، باسبانيا باللي تحب. اي مع تشبيب، احنا معك في مع تشبيب. اليوم نحكيو احنا كيما قالك الليست هذايا ماذا بينا نراو فيها اكثر شبان، كيما قلت لك صحيح اليوم حطيت البول هذا اللي نحكيو عليه. سالتك على اسامي، اعطيني اسامي شكون شبان تشوفه مثلا. انا مثلا نحكي لك، نعطيك علاش عاون نحكي، خاطر كل مره اليوم كي تجي تحكي وتحكي مع المدربين وتم الاستدعاء تقول له برسمك باين كي نحي فلان، شكون نجيب يا خويا نجيب وفلان شكون شكون قديده في الملعب التونسي. قديدة شنو عمل باش نجيبوا المنتخب؟ طلع هاول مشكلتكم اليوم الشعب عمل هذايا اللي لهنا دخلتوا في الراي العام. هاش نقول لك شنو عمل؟ هذاك هزني انا، حطينا راني قاعد هنا هزني انا في المنتخب. ريت ملاعبي انا نحكي. اعطيني شنو عمل باش نجيبوا المنتخب؟ هاش نقول لك شنو عمل؟ على الماتشات اللي عداهم قديدة باغ اكزومبل، احنا اليوم ما ناقصين مهاجمين ولا هكا ولا هكا؟ ما عندناش مهاجمين بخلاف انا بطبيعتنا، احنا وحنا في الخنيسي وحنا في سيف الدين الجزيري وحنا في فلان، قعدنا نقعدوا نحكيو بتاكونات من 2015 و2014. اليوم قديدة، اليوم قديدة، اليوم قديدة باش يغلبوك توا الشارع الرياضي. بالايش عمل قديدة وتنفخوا ليه خويا؟ عدو ماتش مع انا على نظريتي، عدو ماتش اللي عداهم يتوري لي هو اللي عنده كاليتي نتاع في معناتها فيتور اتاكون باهي برشا. اليوم المنتخب خليه ولا في جمعيته؟ لا 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 يا اسلام، كي ما نعطيوش شانس خويا الغالي، راكم كي دخلتوا في العباد. مروان مروان اليوم انت كيما نقولوا اسلام، راك تعطي في الاكسكيوز الحكاية هذوما. مروان معاك في قديم، ما يسالش انا اليوم ملاعبي زهير امري في البي اس جي، كي عدى دو تروا ماتش 16 سنه عيطوا لك برشلونه. ماهوش دو تروا ماتش، كي نحكي لك من بيان سور انا تحكم عليه. فقط في قديده ملاعبي وعنده كاليتي، لكن راهو مازال حتى في الملعب التونسي ما لعبش، ما خذاش طون دو الكافي. نعيط له نسيسو في الماتش كامل، ما لعبش ماتش كامل في فريقه، ماتش كامل ما لعبوش في فريقه، ما لازمش تعيط له. سالم اليوم بربي خلينا نناقش مروان في حكايه قديده، ما تحبش انت تغلط الراي العام. قديده باش يبرز باش تاخذوا الكلوب ولا الترجي، وبعد شوي الابواب المنتخب مفتوحه ليه. ها باش نبداو واضحين من توا، باش تقول لي انت مو انت قلتوا المره اللي فات رئيس الملعب التونسي ما استحفظش على 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 جواراته. هذه بقديده راهو ابواب توا انت حكيت على قديده المنتخب، نحكي لك على المنتخب. زوز مشاكل، انا بالنسبه لنا فوزي بنزرتي ما عيطش لايت ملك تاع النادي الافريقي،
اللي هو الحقيقة ثلاثة ولا أربع جورنيات أكد هو شنو تسحق المنتخب بنت تسحق لونترينمون تاع الجمعيات. شكون فما ديو في الكلوب اليوم نجح الوسط حمد غايث الصغير لا نحكي لك وآيت مالك آيت مالك هذا أنا بالنسبة لي أنا غايث الصغير نجم نقول لك مازال ما رجعش في الفورم تاعو آيت مالك بلاصتو موجودة في وفما إشكالية أخرى وما يعيشولوش المنتخب وسامحني فما إشكالية أخرى أنت مشيش معناها أنت شنو فوزي البنزرتي المميش هذا اللي موجود في التراجي وون بيز حب ولا تكره هنا لازم زاد نحبوا نشوفوا قوه الناخب الوطني باش يتم استدعاء مميش ولا باش حتى كان استدعيته باش تواصل في نفس نسق التراجي باش تمنحوا ثقه باش يكون هو الشد الكاش في المنتخب والا باش ترجع بشير بن سعيد هذه هي الاشكاليات اللي تحب تحكي اليوم جمهور كورة معاك بشير بن سعيد احتياطي في جمعيته هاني قلت لك انا هو اليوم مميش مميش لا لا باش يقعد مميش تحبوا نحكيوا بالمنطق وخلنا نحكيوا اليوم على الاداء اللي قدم فيه سامي هلال في الملعب التونسي ينجم يكون احتياطي في المنتخب للمميش نحكيوا على كيما نقولوا بشير بن سعيد احتياطي اليوم واش قاعد يلعب واللي قادر عليهم لا من اليوم نعطيوش حق سامي هلال اللي في الملعب التونسي على فكره نحكي لك هاو نعطيك بار اكزومبل خويا وانا كان متاكد وكنت حكيت فيه انا وياك اليوم الملعبيه لي جون علاش قلت لكم خلي ياخذوا فرصتهم كيما قديده كيما نحكي لك احمد الجفالي والله كان قلت لك ما نهمش نقل الحاجه اللي يلعب في بول ما ناس الحاج محمد في الكالتشي والنجم نمشي معاك كيف هاو سميرك تعمل سم او تحرقوا ذوما من الملعبيه اللي موجوده على فكره سعد علاش ما يحبوا يجيو المنتخبات هذوما تاعنا يمو من الكليك اللي عاملينه في المنتخب تحب نحكيو بالفرشه مع شعينهم مش حاسين ما ضبيهم يجيو فما عبيت تحب تلعبها فيديوهات في المنتخب تحب نحكيو بصراحه يكرتوا فيهم المنتخب فما شكون يحب يجيش المنتخب تقول لك يعيط له ما يجيش تفنتوا على الامبيونس وكل واحد يحب يطلع خاطر عليه السفلان يحب يدبر فين في الخليج والاخر لازم يجي المنتخب باش يدبر فين في الكويت والاخر خلينا نقولوا وشكون متضررين اليوم والعوام هذوما القاعدين الملاعب تشوف الحاج محمود انت في سويسرا من احسن ملعبيه في سويسرا في لوغانو علاه ما ياخذ فرصته اليوم قدامه فرجاني ساسي ولا فلان ولا فلتان علاه هاو يجي وين يجي جي المنتخب تفول احسن جوار في سويسرا وين يجي تضرب معناها بظاهره كي نحكي لك نحكي هاو نحكي لك على هاو يجي تضرب وكي يمشي يرجع هاكا كان مركا كان حاسم ذات في بيشكتاس وكان مركا سجل هدف مي نحكي لك اون جينيرال يا اسلام واضح وصلت فكره جوست على الملعبيه صغار للجمعيات راه فما جمعيات في الاوروب ميخذلك جوار يا ما يلعبش في المنتخب واضح مازال فهمت خويا الغازي معناتها فرصه دوما حابين ناخذوا كل مكان مازال الجمعه الجايه كل باش تحكيوا على المنتخب مازال عندنا الوقت سيد ما شكون اللاعبيه تشوفهم اللي نجم يكونوا موجودين والله الملاعبيه اللي نجم راهم نجم يكونوا موجودين هو على غرام الحقيقه يلزم يكون موجود الملاعبيه اللي تلعب في اوروبا الحقيقه وحتى اذا ما يشاركش باستمرار كما قال مروان شاطر في كلمه في الياس سعد ولا في حنبال مجبري يضم ملاعبيه راهو يلعبوا في انديه كبرى في ملاعبيه في انديه حتى اذا مش انديه كبرى راهو في مستوى اوروبي اقوى من تونس في كل الحالات وملاعبيه مازالت اعمارها 22 عام 21 عام 23 عام دونك معناها مازال قدامهم باركور طويل سواء في المنتخب سواء في اوروبا دونك نمشي اكثر اللاعبيه اللي يلعبوا في اوروبا هذوما اللي عندهم الكاليتي كما على غرام كما قلت لك انسان يلعب في رغم اللي ما شاركش باستمرار لكن دعوه المنتخب قادره انه تفيده وهذا يكون بالتنسيق بين الاطار الفني وبين الملاعب لانه نجم يكون الملاعب يحب ياخذ اكثر وقت زاد في فريقه هذا فما اشكاليه علاش قلت لك فما امكانيه ساعات انه الملاعب يحب يقعد اكثر في فريقه وباش يتاقلم اكثر وكل مع الملاعبيه اللي متالقين في البطوله الوطنيه راهو فما ملاعبيه كيبداو متالقين في البطوله الوطنيه ملاعب اثنين باش نشجعوا جمعيات هذوكم وباش الملاعب في البطوله يحس روحه انه مراو دعوه الناخب الوطني ديما موجوده يعني شفت حتى كانوا تحاول الطاقم المنتخب بكل جال المونستير بالمعد البدني الستاف الكل جال المستير تفرجوا في ماتش المستير والتوال بون ما نعرفش شنو ما تقييم نتاعهم بالنسبه للملاعبيه اللي باش يشوفوهم لكن الاكيد انه فما باش تكون تتم دعوه ملاعبيه من البطوله التونسيه وان شاء الله كما قلت لك ويفرق راه الملاعبين نتاع المنتخب يفرق على ملاعبي النادي راه فما ملاعبيه ساعات في الانديه نتاعها تكون متالقه لكن تجي في المنتخب راه دعوه المنتخب مسهله واحد كيما حكينا بالاكزامبل تاع قديده فما ملاعبيه في مستير زاده كيف كيف لكن يلزم يبرز 100% في الجمعيه نتاعو يعمل 4 و6 و8 ماتشات باهين في 90 دقيقه وفي 80 دقيقه ويكون حاسم فيهم وقتها بالحق يتاهل احمد جفيلي كان من احسن لاعبيه عملوا وما تمتش دعوته للمنتخب لا هو فما الظلم هو راه مش باش يتنحى حتى القائمات الجايين وديما فما هي اختيارات في الاخير باش يكون فما لكن ساعات تكون فما ظلم كبير كيما نجم يكون موجود ظلم كبير للملاعب ولا اثنين بربي سلام
معليش باش يكون فما ظلم. كنا قبل نلومه على وديع الجيري ربي يفرج عليه اللي كان يدخل على يدخل في القائمه. توا كمال يدير ما نتصورش عنده تاش على ريني حتى على مستوى القائمه الدوليه للحكام. عملها ناجي جويني وبعثها للكاتب العام قال وبعثها للفيفا. ما عادش فما الظلم. معناها الظلم علاش باش لا ظلم في الاختيارات. اذا كان توا الاختيارات فوزي البنزرتي باش يظلم ايت مالك ولا غيره ولا غيره. معناها فوزي البنزرتي اختار نجم يكون اختيار سؤال مثلا تو فوزي البنزرتي انت قلت قبليك كليكات وما شنو تو فوزي البنزرتي معناتها الكليكات يحكموا فيه تو مروان كيفاش انت قبليك قلت كليكات تحكم في المنتخب ليه فما شكون انت ارتبت عن فوزي فما شكون نجم يحكم في فوزي معناها مش فاسو هكاك يا استاذ مش حكيت يحكموا فما طرق اخرى في الجروب واحنا نحكي على تراكمات مروان نتاع سنين معناها مش قبل نمشي معاك اسمعني اما تو تبدلت خويا اسمعني كي تقول لي ما تدخلش في التشكيله هذاك معاك حاجه اخرى باش تقول لي انت ما فماش ظلم كي نحكي لك حكايه زاد كثر الظلم شنو هو تو الظلم اولا اكثر معناها فوزي يظلم فما حاجات اسمعني اسمعني فما حاجات تخدم من وراه وانت باش تدخلنا البير غارق سيبني ما نتكلمش مي نحكي لك انت على هذوما الكليكات اللي تحكي عليه في المنتخب اليوم فوزي بنزرتي اي نحكي لك انا حكيت عليه فوزي بنزرتي فوزي بنزرتي مش يقعد معاك في البيت ولا باش يخرج معاك ولا باش يقعد معاك في الفطور نحكي لك فما حاجات في المنتخب اللي المعبي يحس بهم مش يحس بهم المدرب راه فما جوهرات في المنتخب ما يكلموش بعضهم التوا صحيح كليكيت ما يكلموش صباح الخير لا وصباح الخير لا موجودين ما مسلميش لا كيفاش شوف في جمعه عليه سامحني شنو تحب تضربوا في جمعه مرتين خليتي سامحني لو نحكيوا بالفرشه وتقال يضربني تونس كامل تحب نحكيوا بالفرشه انت يا اخي ما قالتش قبل وكان فما ديكلاراسيون تاع ايمن عبد النور شقا اسلام قال فما جواريت في المنتخب كي ما تسلمش وتقول صباح الخير للمسؤولين ما عيطلكش المنتخب فما كله فما حاجه انا نحكي لك عندي معلومه اللي تخليني نقول انه ثم اللي يحكي فيه صحيح علاش شخص اتحفظ على ذكر اسمه يعني تم اقتراح اسمه للمنتخب الوطني الاوسط ومن الكفاءات متاعنا والناس كل تعرفه المنظومة القديمة هي اللي وقفت له حتى كان خارج ظاهريا تتول لا يمات ذوم لا يمات ذوم شو المنظومة القديمة تحكم معنا مجال اللي كانوا في الجهاز الفني للمنتخب ما زالوا يحكم وهما ما خلاهوش ياخذ المنتخب ونأكد لك أنا حكيت معاه الراجل ما شنو ما فهمتش معناتها منتخب الأواسط ولا منتخب منتخب الأواسط ايه وخاطر كي تلقاهم مازالوا يحكموا في الإدارة الفنية تفهم برشا حاجات أنا نقيس على ذاك وقت اللي نلقى أنا الإدارة الفنية في الجامعة التونسية لكرة القدم مازالوا يحكموا فيها ناس خرجوا فيهم شكون حتى يخدم في فرق أخرى تو يخدم ظاهريا يخدم في فريق آخر كان في الإدارة الفنية ما نحكيش بالألغاز يا مختار يسمي أنا ما نسميش تحكيوا برشا بالألغاز ابعث لي ميساج شنو نسميه دونك بالحق راهم قاعدين يحكموا والدعوة للمنتخب شوف تقول لي بنزرتي فوزي البنزرتي ما يحكموش فيه الكليكات اما راهو مش نتاع مش راهو بمنطقة اسمع سي فوزي تعيط لفلان راهو نعمل لك لا لا راهو توصل الميساج بطريقة غير بريئة انديريكت فلان ما يجيش راهو باش يأثر على الجروب راهو كذا برشا حاجات تحكيها راهو ثم وانا ناكد لك انا نتوقع انه ثم ملاعبيه باش يظلموا سامي هلال نتوقع مش باش تقع دعوته واللي هو ان برانسيب كي نحكيو بلغه الكره ما غير ظلم يعني مانيش ايت مالك نتصور مش باش تقع دعوته ما عندها ايش نقول لك شوف ثم سامي قاعده تحكم في المنتخب ايت مالك ينجم يكون موجود ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكذبونا اي معناها ما نبداوش نقولوا في التكهنات بطريقه تطلب منا نتكهنوا ولا انا قلت لك عندي معلومات تخليني نتكهن انه مجموعه الضغط ولوبي الضغط مازال موجود داخل اروقه الجامعه التونسيه لكره القدم وقاعده تضغط على المنتخب وتحبوا نحكيوا زاد بصراحه سي كمال اليوم النادي الافريقي متواجد في المرتبه الاولى هكا ولا معناتها اليوم فما ملاعبيه اليوم اقل حاجه كي ما نحكيوش خلينا نرجعوا كيما نقولوا النادي الافريقي كانوا قبل ما يعيطوا لهم الجوارات اليوم النادي الافريقي اللي هم في المرتبه الاولى اقل حاجه فما ثلاثة اربع جوارات ينجموا يكونوا في المنتخب مانيش نحكي على مانيش نحكيو اسلام مش نحكيو على حمزه بن عبده سيدي اكس المنتخب موجود وكذا لازم يزيد بروفي باش يمشي لكن الحاجه اللي لاحظتها في زالم اللي يظلي مازال مغش على ايت مالك اللي جا النادي الافريقي اذكر الجوارات الكل كان ايت مالك اللي كونه عنده علاش حمزه بن عبده سامحني عليه مختار حمزه مختار بن عبده نحكي لك انا سيري نحكيو على بوست ايت مالك فما الامكانيه حمزه بن عبده بور مومون لا نحكي على مردود ياسين مرياح باش ما نغطوش على مردود ياسين مرياح حمزه بن عبده ما ينجمش
تكون اليوم كي تحب تحكي على الظلم. مثال انا ديما نقول شنو انا كبيرسونيل مون مدرب عن مردود اللي قاعد يقوم به ياسين مرياح اليوم في اللاكس مع الاسبيرانس يستحق. ما هو تحكي على الظلم نعيط حمزه بالعبد انا اليوم او الظلم بخوي اما بتحبوش تتكلموا واضح هاي خمت وسربي مروان ما قالكش نايت العلي اي 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 يا الكلام هاي يا بيس والله نحكيوا ما تحبونا نطقوا ليه خاطر فما كلمات تحبوش تقولوا واضح مروان هاي خلينا نحكيوا شويه على التحكيم برشا كلام خرج على انه فما عقوبات صارت الحكم مقابله الملعب التونسي وكذلك مقابله الترجي الرياضي التونسي. حق عملت اكثر من اتصال مع مسؤولين في الاداره الوطنيه للتحكيم لازم حتى اسميهم مسج ما طلبوش انه ما يتسماوش امين برك الله كريم الخميري كيف كيف ايضا اتصلت بمراد بن حمزه الكلهم اكدوا لي انه ما فماش حتى عقوبات صارت على الحكم وحتى الاسبوع الماضي معناه اللي خرج كلام انه فما عقوبات سلطت على المساعد نتاع مقابله النادي الفريق ومقابله النادي الفريق والعمران كيف كيف قال ما دام ما هبطنيش حتى بيان راه ما فماش حتى عقوبات سلطت على حكام هذوما الكل فقط فما برام نخدموا به الحكم اللي يغلط وتكون العقوبه نتاعو معناتها الغلطه نتاعو مؤثره على الريزلتا نتاع الماتش تتسلط معناتها فما حاجه انترن تصير عليه ما حبوش حتى يقولوا شنو هي بالضبط لكن الكلام تاع انه انزل ويهبط يزفر في السي وفي البي وما عرف شنو هذا الكل مفهمش من خلينا ناخذ تعليق من عندك اللي سميتهم الكل غير فاعلين في الاداره الوطنيه للتحكيم هذوما الكل اللي سميتهم ناجي جويني يأمر بأوامره شنو ما يحكموش معناها لا لا ما عندهم حتى ما عندهم حتى شيء انا بالنسبه لي انا على الاقل يحكي هما كيفاش التمشي اللي يخدموا به لا لا فما لا تمشي لا شيء يا اسلام ناجي جويني موجود في في الفوق في عنده كرسي كبير هكا قاعد عليه يرى فيهم الكل باللوتا يغزر لهم يأمر فيهم انا جربت الجمعه هذه جربتها بلاصه فرغت في لي اسيستون فما اسم كان ينجم نجي جويني عاديه سألت قلت اعطيتوش رايكم بتحكي على القائمة الدولية القائمة الدولية انا قلت اعطيتوش رايكم اجتمعتوشي مو تخدموا معها عام كامل اقل حاجة في القائمة الدولية تعطي رايك انت يمين بركلة ولا وليد الحراق ولا فوزي الجريدي فوزي الجريدي طاح في التيست طاح ما جابش التيست اوتوماتيك مو يخرج مش تم تعويضه هو كان توجه مروان السعد هاو باش نقول لك علاش نجي جويني لتو مش ندخل في مروان ولا غيره مروان يستحق وما كاروش خرج من قبل مروان صحيح خرج ظلمه ما كاروش خرج مع مروان فما عمر الرياحي مع مروان فما اسكندر جبلة فهمتني انا ما نقولش مروان راه بلاصته موجوده وتظلم ونعاود نقول تظلم وخرج باش نقول لك رجعوا نجي جويني على خاطر مازال يقاوم هو يقول القاوم مازال عنده فكره اللي كونوا وديع الجليد رم مروان السعد اي عمر الرياحي ما تظلمش انت راه تعرف اسلام شفت ليله القائمه الدوليه كتبت انت حكمت شويه انت وتعرف ليله القائمه الدوليه اصعب من الباك واصعب من الديوا واصعب من اللي تخيلوا في مخك ناكد لك عمر ريحي واسكندر جبله باش يعديوا 15 20 يوم وهما لهم مركزين لا في توش لا في حد شيء قلت لهم اجتمعتوش قال لك لا ما اجتمعناش سيد نجي جويني في داره حضر عمل قائمته وبعثها للكاتب العام قالوا ابعثها للفيفا هنا مش هما المستويات اللي يجيو فيهم تقييم لحظه خلينا نسكر من سؤالي فيهم التقييم تاع الحكام وقداش يعطيه مش على اساس هذا يتم معناتها كانت قبل باش تعبد تفهم زاد كيفاش تتم كانت قبل عواز ولا هشام ولا جمال يقعدوا يحلوا المستويات ويمشيوا للمكتب الجامعي في اجتماع مكتب جامعي يوريوه لي نوت ويعديهم بعد الحقيقه ما كانش يمشي بها برشا وديع زاد حتى وديع كان قبل عنده اسامي معينه في مخه يحب يدخلهم ويحب يخرج وما كانتش تمشي توا انت مش تقول لي على العقوبات يا اخي سامحني يا اخي عقوبه الترجي ريناها العباد الكل هو بيدو الاسيستون اكد اللي هو تعاقب هنا ما تصلش بيه ما تقولوش اقعد على جنب راه كذا راه كذا معناها ما فماش برام هي فما برام سيدي برام سري انت عندكم في الاداره قالك ما نحبوش نقولوا كشكون باش يقولوا
مو عندك ناطق رسمي يخرج يحكي، مو عندك مو معين ناطق رسمي اللي هو يظل يقول لك كنا نلومه فيهم قبل على حاجة هذه انك تشهر بالحكام وعقوبات الحكام مش باش نجيو احنا نعملوها تو. انت راك انت تسير في حكام اللي هما يحكموا الجمعيات، مو فما زاده جمعيات زاده الظلمة وتهدي الراي العام وتخرج ويخرج ماكش انت الحكم هو بيدور وباش يوخر. يا اخي انا كنت قبل كي نغلط نعرف روحي أنا راني مش نتعاقب. خلينا ناخذ كما بن خليل في السياسه هذه اللي قالوه لك سي دو نامبورت كوا، معناتها شنو معناتها عندنا سي انترن؟ وشكون قال اللي عندكم انترن؟ انا بالنسبه لي تتلموا انترن تاكلوا كعبه جاتو تشربوا ديريكت. خلينا في لا 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 نحكي لك على التحكيم. قول لي تحكيم تحكيم قال لك عندنا انترن، شكون من ادراني انا كجمعيه تضررت اللي انت تلميت في الانترن وعاقبت الحكم هذاك؟ من ادراني انا انت باش تخفف الضغط والشارع مقلوب والدنيا مقلوبه والجماهير معناتها تحكي على سياسه المكيالين تجي انت تقول لي انترن؟ انت هذه من عمناول حكينا عليه، انت بل بالعكس هو عمناول. تعرف شنو تبدل بين عمناول وسناء؟ عمناول كان يخرج لنا المشرف العام المنقذ من الضلال، كان يخرج لنا وقت اللي نحن نقولوا الحكم غلط يخرج يقول سكروا فهمكم وانا نعرف. ما قالش هكا، ما لا قال خرج قال انا نعرف شنو نعمل، وبل بالعكس كان يحرض في الحكام يشكيوا بالمسؤولين. النادي الافريقي عمناول تعرض الى مذبحه تحكيميه، مش الى اخطاء، الى مذبحه. شنو عمل ناجي جويني؟ خرج لنا تلهوا في جمعيتكم وخذوا مدرب وانا نعرف ندر شنو وانا نحمي الحكام متاعي، وبل حرض الحكمه باش شكات بالرئيس. اللي صار السنه انه ما عادش يعملوا شيء هذا، فقط ما عادش يخرجوا يقولوا لنا لا راهو الحكام متاعنا صدق الله العظيم ونحميوا فيهم فقط، اما ما يعاقبوهمش. سير والله بالنسبه لي لك سؤال سير بدكش معناتها كأنه هو يقول لك من نحمي الحكام معناها حتى بعد صورتهم كحكم معاقب يرجع يزفر تصويرته تكون خايبة معناها. شوف إسلام وكحكم ظالم ما يتعاقبش تصويرته شني؟ ما زلت نعطي فيه ثقة أنا كمان لا انترن لا اكسترن. الحقيقة هو على ضربة جزاء اللي تزفرت الحقيقة، ورغم اللي ندافع على الحكام في أكثر من مناسبة كل مع الضربة جزاء اللي تزفرت ولا على زوز رجوات اللي ما تهزوش الحقيقة الحكم هو بجوده. مثلا نحكي على ضربة جزاء الحكم بجوده كارو عاقب روحه، كارو خرج في الفيسبوك ولا في الريزو سوسيو وعاقب روحه بروحه لأنه بصراحة ما حكيم الحقيقة بدون تعليق الضربة الجزاء ذيك دونك نورمالمون يعاقب روحه بروحه ما يستناش لا لجنة التحكيم ولجنة التحكيم ترى يعني راهو وصلوا يركبوا عليها في فيديوهات نتاع راهو الدوري الثاني عملناه عمل الماتشات كبار كلنا استنيناه ما تشوفش اللي على خطا ما نذبحوه الزلمه فما خطا من خطا اسلام الحقيقه اوكي معاك فما خطا من خطا غلط. راهو معناها فيديوهات كانت الفيديو جاك اللي مهبطينهم وفيديوهات راهو في كوكا راهو شيء رهيب راهو توصل وسائل التواصل الاجتماعي ما عادش ترحم حد راهو تو على ربع غلطه مش على غلطه كيما هكاك على ربع غلطه البلاد قامت وما قعدتش. نعطيو اكزومبل اخر هاو جارديان خويا في الترجي يغلط ويعاود يرجع يلعب علاش مش الحكم كيف كيف زوز عباد زوز نفس التمشي معناها كيما ملاعب يغلط كيما حكم يغلط معناتها جمعيه سامحني قصيت عليك معناتها جمعية أنا ولدي هذاك أنا نتحاسب معاه هذاك ولدي أما هذا حكم جاي باش لينصف الفريقين اللي يقيم ميزان الحق والعدل مو إنسان يغلط لا حكم. لا ما تغلطش ما تغلطش أنا ما نجمش نجيك سامحني أنا ولدي جاء قلع شجرة في جنينة في جنين داري نجي أنا نعاقب نعاقب ولد الجيران بار كونتر وقت اللي نقز لي ولد الجيران ما مش سي با لوجيك هذاك في دار كمان تحب نقول لك علاش عدم الاعلان عدم الاعلان على خلي السيد وبعد نعطيك دونك هذا هو معناها اذا احنا راهو العقوبه الحقيقه المره هذه بالذات وشفنا اخطاء اخرى مختار انت تعرف فما اخطاء اخرى صارت وكل لكن المره هذه الحقيقه كان الغلط كان كبير الحقيقه راهو اخطاء لا تغتفر كما نقولوا فيها في حق الجمعيه مش كان ترجي واستاد راهو حتى في المقابلات الاخرى قلت راهو قلت لما فما اغلاط راهو كيما زوز رجوات في نفس المقابله مختار راهو كلوبيست واعترف انه فما اغلاط راهو ما تصيرش مثلا ماتش الكلوب تعاود الخطا مرتين انت تعاودوا ماتش ستاد تونيزيان ضربة جزاء لورلا ما تونس كل قاعد تحكي عليه وجرجيس ومتلوي كيف كيف معناها وكثرت الاخطاء الفتره الاخرى دونك الحقيقه كان على لجنه التحكيم باش تحمي حتى هي روحها وباش تكون هي معناها توضح انها وتنصع الصوره نتاعها وتوري الخدمه نتاعها تخدم فيها بحق انها توري ان الحكم مغلط راه وتعاقب كيما دافعت على حكامها في السابق لكن حكم غلط خطا لا يغتفر راهو انشهر بي مش انشهر بيه هو لكن نحط نعديه على البرام راه باش يتعاقب ثلاثة شهور شهرين معناها عاديه هذه ما فيهاش عيب راهو انت ما كنتش تعديه يتعاقب تشيلت بيه سامحني تحبني نشوفوا نحن في تونس خويا هاو نحكي لك بالفرش اليوم كي تعاقبوا لي شهرين
وسافوار مش نتهم في جمعيات وفي اربيتر نحكي راهو كيما نقولوا تحب نلخصوها نحكي اليوم كي اربيتر كيما قالك مختار فما اربيتر جات ياخذ في فلوس قالك في الافريق 150 الف دولار ولا درق قداش لا خلينا نحكيو خلينا نحكيو لا نحكيو ها قال مختار اليوم بين سامحني الاربيتر هذا كي باش تجمد وانت لا يدير رضا ما جاش دقيقه مختار الاربيتر هذا كي تحب تجمد وانت شهرين واليوم انا كيما نقولوا سرقتني في النقاط نتاعي انا ما يهمنيش فيك تتجمد ما تنجمش اليوم شكون متضرر الملعب التونسي هكا ولا ما حسيتش بيه باش يتجمد يا خويا علاش ما نعملوش قانون هاو تحب العربيه خاطر اليوم انا يا خويا نجم وانا شهرين هذوك متساعي خالص فيهم وضار فيهم فلوسي ومرتاح ومن بعد نرجع كي 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 ونعاود نرجع نشد في الماتشوات ما تحب هكا نحكي هما مش خالصين زاد نحكي وشوك الفلوس الكبيره اللي انا اليوم نقولوا بس اسمعني نقولوا الاربيتر هذا مش حكي على مباراه الملعب التونسي وترج نقولوا خويا اليوم اربيتر جاي خذ فلوس باش يعرف روحه باش يتجمد يا اخي الاربيتر هذا ما خافش على روحه ما يعرف روحه باش يغلط باش يتجمد هكا ولا باش يرتحوه شهرين ثلاث هاكا عنده الباك وهو حتى كي ما يشدش ما ياخذش فلوس اليوم كي تحب تحكي تحب تصلح الاربيتر ما فماش فار يا خويا خلي الاربيتر تكبس يا خويا تاكل حق عبيد سرقه عبيد عطيها فلوس عطيها مجهوده اللي غلط لي في حقي 6 شهور حبس شنو حبس؟ شد حبس خاطر تصلح كي تجمدوا كي تجمدوا اسمعني اسمعني نحكيو في كوره لا خويا هذاك مش حق عبيد انا مع مروان هو يقول لك حق عبيد هذاك يبدا عمدا نحكيو غلطه شنو ما فعتي به انا اليوم هكاك انت ما عرفتش حد 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 كمال ومختار باش يخدموا معنا سي كمال سي كمال سي كمال كي نعرف روحي انا شفتك هكاك ما عرفتش نلقاو حكام خويا نسكر الحانوت ونروح تو الناس كل تجي الاثنين تو ما عرفتش معنا الاربيتر 6 اشهر حابس ونجي جويني لبرا يس في القفة بربي سامحني خلينا نسألك سؤال بربي مروان خليك تحط في الحبس حتى من حبس بربي فما عائلات يا مروان مش راه نسال الاربيتر الكل بالقفوف نهار الخميس وانت تخدم مختار انت انت قلت لي فما عائلات وعليه انت الملعب التونسي ما عندهاش عائلات هكا في حقها يغني شفا صرت الاربيتر كيف فما عنده عائلات حتى انا زادت 3 روا بوان انا اللي نسالف على السياسة هذه عاملينها على خاطر ناجي في حشمة كبيرة مع الحكام حاشم بطريقة كبيرة راهو حتى في المقابلة مع الحكام في الزوم اللي يعملها مرة في الجمعة اللي هي الحقيقة من الحاجات اللي الحكام الكل متقلقة منها عيات وزيات وكشات قالوا لك متقلقين متقلقين حضرت معهم مرة زوم مرة حضرت معهم زوم قالوا لك متقلقين متقلقين احنا متقلقين أكثر منك متقلقين أكثر مني أنا على الوضعية راهو اللي يتكلم يكشوا عليه أقعد غادي ناجي جويني يكش على بن حسينة بن أمين بركلة يكش على حكام متقلقين على الاخر تو تفرج زوم تو نهار سي سالم ابعث المشرف المقيم أنا العام هذايا انا حضرت وتفرجت والكلام تقول فيه مسخره فماش كاشير لا عمناول اجا السنه تفرج في الزوم اللي قال ناجي جويني في حشمه كبيره قال لهم اخر العام قال لهم كان ما تخلصوش هو العام ورجعتوا تزفروا راني انا باش نستقيل ما استقالش هنا وهو امبارح يكذب في الراي العام هو خاطر جبدنا ناجي جويني راه يقول خبراء التحكيم اللي يفهموا الكره راه انا مش جي الفرصه باش نحكي عليه هنا هو انسان ما كانش اونيفو مع الحكام حتى خويا ما عندهمش فلوس الجامعه اخرج قول راه انا ما نخليكمش تخدموا في الظروف هذيا اخلصوا لازم الجامعه وهنا سامحني قال لك زوز ماتشوات على 24 تم تغيير نتائج مقابلاته غلط اذا كان ما فماش فما 10 ماتشوات على 24 تم تغيير وهنا وين التاج نتاع المكتب الجامعي يا اخي سيد كمال يدير ما عندوش تاج باش يستدعاه ويقول له خويا راك حنا شويه الامور وشنو المشاكل وشنو كذا حتى السيد كمال يدير ما ينجمش ياخو على عاد باش يستدعى ناجي جويني خاطر ناجي جويني باش يجبد له البيمون تاع لي زاربيتر خنت فعلا معاك تو هذا كيمول نتاع سنوات عندها خدمه وفي فورماسيون نتاع حكام وكل شيء ناجي جويني عنده قداش حتى عام ظالي ما عندوش يقول لك انا شنو ذنبي كي الفورماسيون والتكوين كان هش قبل معناها تو ناجي جويني يتحمل مسؤوليه الحكم اللي ما زفرش بينالتي كيما هكاك معناها يا اسلام يا اسلام لا كمال خلينا نكملوا انا ناجي جويني جاي من قطر واسمي كبير وجاي الحكام ساعه اولا نعملهم ونلمهم كي ولادي باهي وكان عنده شخصيه قويه هو هذا السيد هذا سيف الورتاني اللي هو غلط عن حسن النية وصحيح ضر الملعب التونسي لو كان حشته به هو يخرج ويقول سيف الورتاني غلط وانا متأكد عن حسن النية ويعينوا الجولة اللي بعدها ويرتحوا جولة ويرجعوا اللي بعدها هذا كان جات عنده شخصية ما يتأثرش بالحكام لكن هو تظلم التراجي وتظلم النادي الافريقي
وتضم السي اس اس تضم الليتوال. وريني اخويا في ماتش ديربي ظلمت الكلوب ولا التراجي واخرج كوره وعن عن تابلو ولا واحد سري قاعدين نخدموا به. ورينا وقت ما جاوبتش على السؤال. الملاعب كي يغلط في التيران تاكل دونجورو ياخذ ورقه حمراء ولا يتعاقب الحكم كي يغلط يتعاقب سهله الحكايه. ما جاوبتش على سؤالي. سؤالي اللي قلته لك معناها شنو ذنبه في هشاشه التكوين اللي كان للحكام معناها والمستوى الضح للحكام معناتها البينالتي هذيك راجعه. كان عندنا تحكيم جمله قبل ناجي كيفاش كنا عايشين في العهد ما كانش عندنا تحكيم. كيفاش كان عندنا تحكيم هو ما كانش عندنا تحكيم ما نسوش نحكيو. والدليل لا عندنا حكام لا في الكان لا في كاس العالم سنين تو كان عندنا تحكيم تو. معنى سلام معناش تحكيم معنى جاي نجي جوي نجي جوي وينهم كي عنا تحكيم وينهم حكام الدولية وينهم في الكوب دافري وينهم في الماتش في الشامبيونز ليج سلام سلام. البرنامج هذا ينقصه معناش نحكيه على نجي جوي نقاش تحب تعطيه مدة أنت باش يصلح التحكيم. نعش انت قول ما فماش فلوس باش يصلح. الراجل عنده نيه التصليح ما فماش فلوس. كي ما فماش فلوس وما تنجمش تصلح انسحب صحيت ولا هذاك هذا ما تجيش تكذب علينا مختار. وتقول لا وهو الجمعه الجاي وهو الفيفا باش تجيب فلوس الحكام توا حشهم بفلوس. استاذ نحطوك انت رئيس دي ان ا شنو تعمل مثلا انت اذا كان عندك حكام معناتها بالمستوى هذا شنو تجم تعمل شنو تجم تبدل معناتها. انا بالنسبه لي انا نحمي حكامي. انت ممكن تجي جويني واسمك كبير واقوى من الجمعيات تحمي حكامك. سيف الورتاني هذا مستقبل التحكيم في تونس ناكد لك موجود مستقبل هو يغلط في بلاديك هكاك مروان راه تغلط بحسن نيه وسوء نيه. هذه ريت البلانتي هذايا سامحوني في الكلمه حتى واحد اعمى ما يزفرهاش يا ودي ها حسن يا ولدي هذيك ربي هذاك هذاك ما نستعملوش المصطلحات هذه مع احترام للناس الكل وفاقدي البصر. لا 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 مش كلمه سامحني سامحني بالك على مصطلحات استعملها مروان حتى واحد سامحني ما يراش احكي لك كون شنو ما عنديش تعاود فاهم ما نقولوهاش معناتها البيتر هذايا معناتها سامحني في الكلمه تجي تقول لي من احسن لي زربيتر هذوما اللي يغلط في بيناتي كيما كيت بالعكس يا مروان بالعكس يا مروان راهو الاربيتر المش اللي تشريه سيف الورتاني شريته تراجي حتى لو كان شريته تراج ما يعملش هكا راهو حل عينيه على الاربيتر نحكي لك على الاربيتر راهو ما يعملش الحكايه هذه راهو بذكاء يدز مع التراجي فقط كمل معاك كم نعتذر على الكلمه يا سلام خاطر انا معناتها ما عنديش نيه خايبه اي نعرف اكيد ما عندكش خايبه ما نعديوهاش لهنا ونعتذر واحنا بيدنا على الكلمه. هذا هو في الاخر في الاخير سلام فقط على مستوى المساعد كي قال مختار زوز هما بلاصه برك في المساعدين مشات المروان الساعد يعني ريت الزوز الاخرين مش يكونوا عن احنا كنا تو مختار يحكي لهم كان ينجم يكونوا موجودين هما سواء عمر الرياحي ولا اسكندر صغير كيف كيف جبل كيف كيف على مستوى على مستوى الملاعبيه في المنتخب في القائمه بكري احنا جبدنا انه كيفاش تعيط انت الملاعبي بارفوا عندك معناها في البوست الي بار اكزومبل دو زوز بلايص تعيط زوز من الناس فما زوز اخرين باش يكونوا اوت ماهوش موجودين في دونك دونك هذا المشكل اللي باش يصير معناها ديما فما اشكاليه على مستوى القائمه سواء كانت تحكيم سواء قائمه المنتخب نبعدوا شويه على موضوع التحكيم ديما فما الاسم ولا اثنين راهو ينجموا يقولوا ديشوا في الاخير اسلام بربي نحب نبارك الزميدي اللي تقل القائمة الدولية راهو يستحق وراهو باش ما يقولش راهو نحكي على مروان سعد. مبروك مروان رجوعك ان شاء الله خويا نراوك في احسن المسابقات الافريقية والعالمية. مستيري هو هاي مستيري على ذاك الدفع عليه لا 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 وكفاءة راهو كفاءة اللي مشاو معاه من تونس الكل لا لا كفاءة اللي مشاو معاه من تونس جيتو تتهنى عليها كومبليتمون من الكفرونات ما يعمل لك حتى ربع مشكلة وهذا الفرق ما بين اسيستون واسيستون واضح. نمشيو فاصل قصير باش نستقبلوا ضيف بالتليفون.